اليوم تشريف النيابة العامة على عملية إتلاف وإحراق المخدرات، وهذه تعتبر العملية الثانية خلال سنة 2020. ومن المعلوم أن عملية إتلاف وإحراق المخدرات تخضع إلى مقتضيات المرسوم 26 صادر سنة 1994، تشريف عليها لجنة تترأسها النيابة العامة وتتكون من حضور ممثل للسلطة المحلية والشرطة القضائية والدرك الملكي والوقاية المدنية وممثل عن وزارة الصحة. واليوم عملية إتلاف المخدرات التي جاءت بناء على مجموعة من الأبحاث التمهيدية للشرطة القضائية والتي صدرت بحقها أحكام بالإتلاف. هذه المخدرات تتنوع وتتوزع بين 23 طن من مخدر الشيرة، 618 كيلوغرام من مخدر الكيف، 76 كيلوغرام من الطابة، و 26,958 قرص مهلويش، 679 غرام من الهيروين، وكذلك 2 كيلو و 200 غرام من الكوكايين، و 106 من العلب السجائر المهربة. ويجدر التذكير أن مختلف هذه المخدرات التي تم إتلافها اليوم هي حصيلة لمجهود جميع عناصر الضابطة القضائية من شرطة قضائية ودرك وجمارك وباقي المتدخلين تحت إشراف النيابة العامة، وبفضل تأهب ويقظة جميع هذه العناصر من أجل محاربة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وكذلك التجار الوطني والتهريب الدولي في المخدرات لما لها من تأثير سلبي على المواطنين وكذلك الاقتصاد الوطني.